صلينا المغرب والعشاء جمع تقديم بسبب المطر، ودخل رجل ونحن نصلي العشاء في الركعة الأولى، فهل يصليها عشاء ثم يصلي المغرب بعد ذلك أم يصليها مغربا، وكيف يكون ذلك؟ نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا. أن يصليها عشاء؟ لا، لا يصليها عشاء، لأنها لا تصلى العشاء إلا بعد المغرب، ترتيب بين الفرائض واجب. وإن دخل معهم بنية المغرب فلا بأس بذلك إن شاء الله، ولكن إذا قام الإمام للركعة الرابعة فإنه يجلس ولا يتابعه، يعني صلاة المغرب 3 ركعات، ثم هو مخير، إن شاء سلم لنفسه وإن شاء انتظر حتى يأتي الإمام بالرابعة ويسلم فيسلم معه. نعم.